احنا مفتقدين الراجل الشاف الحنون اللي بيطبطب يكتر خير. الله تسلم ايدك، ده انت جزاك الله خير. هو صحيح اللي حرق الاب بس زي الفل، بس مجرد احنا محتاجين ده معاه طعاما فقط. ولما جينا عملت الاموال انت قاعده بالبيت عامله ايه؟ ما انت قاعده والمراوح على قلبك ورا بره مرحوق. عندكم طعام؟ عندكم شاي؟ النبي عليه الصلاه والسلام في تعامله لما تيجي نقول لك ده جاي قاعد على موبايل يا بيتكلم يا نايم، مش عايز اعمل حاجه وانت شيلي الليل، ما انا بره البيت وانت جوه البيت ومفيش اي مشاركه. يقول لك هتعملي ايه؟ هنعمل هلبسهم يعني؟ كان يجيبها يخرج في ضوء الخمر تعالي ويتمشوا بالليل بقى نحكي السبع حكايه وبعدين نرجعوا. انت عايزه ايه؟ مش عايزه حلول؟ المراه مش عايزه حلول على فكره، مش عايزه انك تيجي تقولي واعملي. انت عارفه ما شاء الله ده انت استاذه تحلي 200 بلد وتحلي 1000 مليون مشكله. انت عايزه اللي يسمعك، انت عايزه اللي يقدرك، بس انت عايزه اللي يقول لك اه ويثبت اه انا واثق فيك وكذا والله يعينك. بس تيجي تقول لها حلو ما انا عارفه ولا لا وكذا وتديكي احسن 100 مره من اللي انت بتقولي. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقصر كان مشبع هذا الامر عليه الصلاه والسلام. ولما كان يجي في غزوه الغزه قعد ايه 3 شهور 6 شهور سفر عشان الحرم تطلع من البيت خالص، مفيش بقى 6 شهور خلى يغزوه ويقترع بين زوجاته دي على مين يطلع معاه في قلب الغزوه ومعاه 3 شهور رايح على شهور. شكرا على مين دلوقتي بيعمل كده؟ لما بنيجي نتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام للاخت الداعيه بتتكلم كلام تاني ونعلي بقى الايه؟ نعلي التون شويه ونعلي سقف توقعاتنا من الاخت المسلمه اللي لها مرجعيه. ساعه ما اقول لك الله والحاضر، ساعه ما اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحاضر على راسي على صدري حاضر. ناس ثانيه يقول لك يعني ده امر عين. اه يا بنت امر عين، وفي نظريات علميه بتقول الكلام ده. لكن الاخت والدعاء لها مرجعيه الله عز وجل، عشان كده تلاقي الشباب يقول لك والله ما انا عايز اي حاجه، انا عايز واحده بس تعرف وتعرف ربنا. فما بالك اللي لها باع في الدعوه واللي لها مرجعيه ولها حال. سمعت كلمه الاخت قبل ما نتكلم وهي بتقول تبقي على النبهه ساعه ما يتقال لك في لقاء ولا في كذا. اه ليه؟ لان خلاف غيرك احنا علينا مسؤوليه خلاف الناس، مسؤوليتك تبليغ دعوة الله عز وجل للناس. لما الناس اللي قاعده في اي كومباوند ومقفول عليهم خلاف الناس اللي قاعدين كده، رحت تزور الناس قاعدين ما شاء الله اللهم بارك البيوت مفتوحه ومش فاهمين تركي بس عارفين بيقولوا ايه لبعض، يعني هي مش فاهمه يعني ايه بس هي جارت تركيا معاها وتقول لها كذا، تقول لها زوجها بيقول لي لازم طبعا هي جايه من بره اسطنبول فبيقول ايه البلاد الايه لسه على الفطر. طب اخلع شعري عشان انا هطبعني مش عارف ايه، تقول لها الاخت لا وكذا وتلاقي ان ده حديث للنبي، تلاقي حديث للنبي وترجم على جوجل وتقول لها. احنا علينا دعوه خلاف بره وان احنا نندمج وان احنا ننشر دعوه ربنا سبحانه وتعالى. السمت ده ما بقاش مستهل خلاص، الشرشف الاسود والكلام خلاص بقت الدنيا شبه عاديه يعني ما تبصوش لل 16 الجايين خالص محدش يبص. لكن الى حد ما في سمت.